سبب اللي جانا ضغط عليه الطيران يا اخي يوميا تجينا مو اكثر من 15 20 غاره. يقول لك السوري ليش يطلع؟ غصبنا انه يطلع. لا كهرباء لا ماي لا معيشه صعبه مش ما تتصورها صعبه بسوريا. طلعنا على كان نطلع على اوروبا على اليونان من اليونان نطلع على المانيا السويد اي بلد يعني يكون نرتاح فيه ونقعد فيه وفي امان يعني نص البحر صار معنا عطل المحرك وصار تعدي علينا مي. اطفالي كله ماني وين اطفالي جوا بالغرفه بيصيحوا بيصيحوا بيبكوا بيناجدوا الله غير هير بالموقف هذا ما ينفع غير رب العالمين. اطفالي وزوجتي فاتوا تحت البحر لا معهم طوافات ولا معهم اي شيء. وليت ساعتين اسبح دول من اولادي اتوجه انه يطلع طفل أم زوجتي أم أي شخص. الناس البقية طايفة على ظهرها وطايفة على ظهرها ميتة من البرد بات. بعد ساعتين جانا زورق صيد نقبنا طالاني أنا وأربع أشخاص جابوا نفس المعانا كانوا باليخت أكثرهم ميتين نساء ورجال وختايرة بعد 12 يوم طلعوا لي بنت قال لي هاي بتعرف؟ قلت له هاي بنتي ساجدة. تعرفت على أربع أطفال من أطفالي. البارحيات سلموني ولادي واستلمت جثثهم. اليوم بعتهم على سوريا توابيتهم ميتين جبتهم أحياء رجعوا ميتين. جبتهم على أوروبا تعايشهم حياة مثل بقية الناس العايشة. أما حاكي بابني ابني فقط مات ابني. أما حاكي بابني أقول له يلا أبوي محمد مشي وبالعادة يظل معي متولع فيه. صور يعني أب بين أولاده شلون يعني بده يكون شو رأيش يعني؟ نطلب من الله والله أرحم الكون أنه يطلع لي زوجتي. كانوا طيبين كانوا ميتين إن لله وإن خلاص هذا قدر الله.